يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا في بعض المدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-22، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 36-24، السويس العظمى ستكون 35 والصغرى 23، العريش 32-24، طابة 34-24، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، الأقصر العظمى 41 والصغرى 28، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب 36-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.